بديت الاحظ يا جماعه كثره محلات الشيش اللي يبيعون شيش ومعسلات وبتفاحتين وخرابيط، وهذا يا جماعه اراده حرام بلا شك. الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذه رساله لاصحاب محلات بيع الشيش ومعسلات والدخان، اقول اتقوا الله جل وعلا. وهناك فتوى من هيئه كبار علماء عندنا في السعوديه بتحريم هذا العمل، واللي يساعدهم ويعمل معهم يبيع لهم ايضا انت مشارك معهم بالاثم. وبعض الشباب الله يهديهم قد يقع في الاثم وما يدري، يسوي لهم اعلان او يقول لاخويا ترى معسل في المحل الفلاني، انت الان ايضا مشارك بالاثم. انا مو كاسر خاطري اللي يوكل اهله وعياله حرام وزوجته. قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. حديث خطير، قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، اي نبت من حرام. فتكفى اخي الغالي انتبه. اخي الكريم خل عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، اي فلس يجيك من حرام اتركه، فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. وهذه رسالة للشباب، الله يجزاكم الله خير على قلوبكم. وش لاقي في الشيشة؟ قال والله ينطوع اغير هوا. يا اخي روح لك اقرب بنشر غير هوا، ولا تغير هوا حرام. وش لاقي في الشيشة؟ قال معسب وتفاحتين وعنب توت وخرابيط وفراولة. وش هذه؟ والله لو فيها خير ما تسبقني عليها. اي والله. فانا ابوس راسك يا شاب يا حبيبي يا غالي يا بعد شبدي يا بعد خشمي انت يا بعد كلي ملي، اتركها لله وربي بيعوضك خير والله.